طيب ماشي. السؤال 5 صفحة 45 برضو. سؤال 5 صفحة 45 على سلة الوحدة. واحد واثنين وثلاثة واربعة ايش؟ واحد. شاطرين حلوه. السؤال الخامس الآن حكينا في عندك نسختين من الكتاب. نسختين في كتاب. في مين معاه كتاب؟ في سين تربية ناقص ثلاث. هذا النسخة القديمة. طيب النسخة الجديدة معدلينها حاطين سين تربية زائد اثنين، سين تربية زائد اثنين. المهم بحكي لك في الشكل هذا، إذا علمت أن طول ضلع المربع الخارجي سين تربية زائد اثنين وطول ضلع المربع الداخلي سين، أجب عن كل مما يأتي. أكتب قاعدة الاقتران الدال على مساحة المنطقة المظللة. بده مساحة المنطقة المظللة. بده اكتب السؤال، اكتب الاقتران، اكتب الاقتران الدال على مساحة المنطقة المظللة. المظللة يا جماعة اللي هي بين المربعين، بين المربعين. هاي المنطقة المظللة، هاي المظللة عندك في الأخضر صح؟ اه اه هاي المنطقة المظللة. حكينا دائما المساحة المحصورة بين شكلين، شكل خارجي وشكل داخلي، ايش بتساوي؟ مساحة الشكل الخارجي ناقص مساحة الشكل الداخلي. وحكينا مثال، لو عندك قطعة أرض، لو عندك قطعة أرض 500 متر بنيت فيها بيت على مساحة 200 متر، قديش بضل للحديقة؟ بتحكي قطعة الأرض 500 نقص منها ايش؟ ال 200. فأنت عندك دائما المساحة المحصورة بين الشكل الخارجي والشكل الداخلي، ايش دائما هي بتساوي؟ تساوي مساحة الخارجي ناقص مساحة الداخلي، ناقص مساحة الداخل. طيب هسه الشكل الخارجي عباره عن ايش؟ مربع. الشكل الخارجي عباره عن مربع. شو مساحه المربع يا جماعه؟ طول في العرض. طول في العرض ما شاء الله. بصير الطول في العرض عادي، بزبط برضه. طول في العرض هو نفسه ايش؟ طول الضلع التربيع. يبقى مساحه الشكل الخارجي اللي هو المربع يساوي طول الضلع تربيع ناقص مساحة الداخلي برضو ايش؟ مربع. برضو ايش؟ مربع. هذا احنا بنتكلم طول الضلع للشكل الخارجي ناقص طول الضلع برضو تربيع لمين؟ للداخل. يطلع الشكل ايش؟ المحصور ما بينهم. يطلع المساحة المحصورة ما بينهم. طيب شو مساحة شو طول ضلع المربع الخارجي اللي هو ايش؟ س تربيع زائد 2 تربيع ناقص س تربيع طول الضلع الداخلي اللي هو ايش؟ س تربيع. طيب بتعرف تفك التربيع يا جماعة؟ وزع فك التربيع يا جماعة يسوي هيك. حد الأول أول تربيع، بعدين نفس الإشارة، نفس إيش الإشارة، بعدين الأول الثاني باثنين، الأول بالثاني باثنين، بعدين دائما زائد، دائما زائد، بعدين الثاني تربيع. الثاني ايش؟ تربيع. اول تربيع الاول بالثاني باثنين زائد الثاني تربيع، على اعتبار ان الاشاره هاي ملهاش دخل بالاول ولا بالثاني، خلاص اعتبر الاشاره لحالها. كيف يعني؟ يعني بتصير الاول تربيع، السين تربيع،
سين صار 4 لما 14 بتصير سين صار 4 سين صار 4 بعد نفس الاشاره زائد زائد بس بتضرب الاول بالثاني باثنين بدون اشارات الاول بالثاني باثنين بدون اشارات كيف يعني الاول بالثاني باثنين كيف يعني سين تربيع ضرب 2 2 سين تربيع ضرب 2 4 سين تربيع الاول بالثاني باثنين بدون اشارات يعني سين تربيع ضرب 2 2 سين تربيع ضرب 2 بتصير 4 سين تربيع بدون اشارات خلص الاشاره كتبناها الاشاره كتبناها بعدين زائد دائما مربع الثاني 2 تربيع 4 وهذا كله ناقص سين تربيع سين سين تربيع بجمع تنزل سين بس 4 عندك 4 سين تربيع ناقص سين تربيع زائد 3 سين تربيع 3 سين تربيع زائد زائد ايش 4 يعني المساحه المطلوبه بتساوي سين اس 4 زائد 3 سين تربيع زائد ايش زائد 4 ماشي في اسئله حد بده يسال فحال بده يسال هسه خلاص وبده الاقتران هذا بس المساحه المطلوبه تسوي هيك ممكن تطلب ممكن تطلب تسميه ممكن تسميه قاف قاف سين يساوي سين اس 4 زائد 3 سين تربيع زائد 4 نعم ها؟ طلع الاسود ماله؟ شفتي بس الاول تربيع من الاول؟ سين تربيع مربع لما تربع سين تربيع شو بصير؟ سين اس 4 بعدين نفس الاشاره شو الاشاره؟ زائد حطينا زائد بعدين الاول بالثاني باثنين الاول سين تربيع بالثاني اثنين سين تربيع ضرب اثنين اثنين سين تربيع بكمان اثنين اربعة سين تربيع بعدين زائد الثاني تربيع اللي هو الاثنين يعني ربع الاثنين اربعة انو التكعيب هاي؟ لازم التكعيب شيء ثاني، التكعيب شيء ثاني، قصة ثانية، احنا بنحكي هسه تربية. طيب ماشي. بيحكي لك بقى إذا كانت مساحة المنطقة المظللة 32، مساحة المنطقة المظللة 32، شو يعني مساحة المنطقة المظللة؟ هاي المساحة اللي احنا جبناها هاي، المساحة اللي احنا جبناها هاي 32 جد طول ضلع كلها من المربع الداخلي والمربع الخارجي. وين المساحة المظللة يا جماعة؟ اللي هي هاي هاي تساوي 32 خلينا اكتبها هون اكتبها يا استاذ هون ها هاي نفسها سين اس 4 زائد 3 سين تربيع زائد 4 ايش تساوي؟ 32 طبعا هاي معادلة هاي ايش؟ معادلة ايش بنعمل؟ ايش بنعمل اول شيء؟ 32 تيجي هون صار سالب 32 عشان يصير هون صفر 32 صارت سالب 32 يعني صار عندي س اس 4 زائد 3 س تربيع موجب 4 سالب 32 سالب 28 يساوي صفر ممكن تحلها طريقة الاصفار صح؟ ممكن نحلها بطريقة ايش؟ اصفار، وايش ممكن كمان؟ الاس الاول ضعف الاس الثاني والاخير مطلق عبارة تربيعية الاس الاول ضعف الاس الثاني والاخير مطلق ممكن احللها على انها عبارة تربيعية زي عبارة تربيعية تساوي صفر السين اس 4 سين اس 2 سين اس 2 الإشارة الأولى زي ما هي وموجب ضرب سالب بعد ايش؟ سالب بدي عددين حاصل ضربهم 28 4 ب 7 28 4 ب 7 4 ب 7 28 هسا ال 4 ب 7 الفرق بينهم 3 معناته 4 ب 7 كويس حط هون 4 ولا 7 7 يمكن احترام الكبير ايش واجب احترام الكبير واجب حط السبعة وبعدين بعدين الأربعة مفهومة يا جماعة يعني واحد يحكي لي مش فاهم عبارة تربيعية مش عارف يحلل 28 عددين خاص ضربهم 28 حكينا 4 ب 7 الأربعة ب 7 الفرق بينهم 3 الفرق بينهم 3 معناته 7 بايش؟ ب 4 القوس الأولاني إما س تربيع زائد 7 يساوي صفر
او سين تربيع ناقص 4 يساوي 0. هذا مستحيل يساوي 0 طبعا. من يعرف ليش؟ لانه هذا يا جماعه اسمه مجموع مربعين. شو اسمه؟ مجموع مربعين. ولو سويناها زي هيك سالب 7 سالب 7، حبيت تجرب يعني، بصير عندك هون سين تربيع تساوي سالب 7. كيف بتخلص من التربيع؟ على الجذر على الجذر. بس في جذر تربيع الى سالب؟ لا بعد هيك مرفوض خلاص انسلم. نيجي لسين تربيع ناقص 4. سين تربيع ناقص 4 يساوي 0. ممكن اكتب هيك سين تربيع يساوي 4، اخذ الجذر يطلع عندي سين تساوي 2 او سالب 2. يعني سالب 2. طب ليش ما حطيت السالب انا؟ فيش ليش؟ فيش ايش؟ فيش بعد السالب. فيش عندنا يا جماعة أطوال تطلع بالسالب، فيش أطوال بالسالب، يعني فيش طول ضلع مربع يطلع سالب، عشان هيك بحط السالب. خلص سين يساوي ايش؟ سين يساوي 2، معناته المربع الداخلي طول ضلعه يساوي ايش؟ 2، والخارجي 2 تربيع زائد 2، 2 تربيع 4، 4 زائد 2 يساوي ايش؟ 6. يبقى هذا الضلع المربع الخارجي 6، والمربع الداخلي طوله يساوي ايش؟ يساوي 2. نعم. يمكن يعني المساحة اللي بيناتهم. احنا بلشنا من المساحة اللي بيناتهم، المساحة اللي بيناتهم هي. إذا بدك تعوض 2 سين ب 2، عوض سين ب 2. إذا بدك هو هيك السؤال خلص، السؤال هيك ايش؟ خلص هيك المطلوب. إذا بدك تعرف قديش المساحة اللي بيناتهم عادي. 2 ونص 4 16 زائد 3 ب 2 تربيع زائد 4، 2 ونص 4 16 زائد 2 تربيع 4، 4 ب 3 12 زائد 4 16 زائد 16 تطلع المساحة اللي بينهم 32. تطلع المساحة اللي بينهم قديش؟ 32. إذا بدك تعرف مساحة المربع اللي برا، إذا بدك تعرف مساحة المربع الخارجي كيف؟ وين مساحة المربع الخارجي يا جماعة؟ اللي هي هاي صح؟ عشان مساحة المربع الخارجي 2 تربيع 4، 4 زائد 2 6، 6 تربيع 36. يبقى مساحة الخارجي، مساحة الخارجي كم؟ 36. طب مساحة الداخلي 2 تربيع 4، مساحة الداخلي 4، معناته فعلا مضبوط 36 اللي برا. شلنا منهم 4، قديش بضل بينهم؟ 32. قديش بضل بينهم؟ 32. حدا بده يسأل؟